دوسي شويه، انت ماشي على قشر بيض؟ الله، كنت اخرها تغوط. وبعدين انت مستعجل على ايه؟ الجروب واقف مستني زمان قدام الاتوبيسات، يقولوا علينا ايه؟ ما تحترمش مواعيدنا؟ يا سيدي ان شاء الله اول ما نصرف الشيك هديلك فلوس عشان تشتري عربيه وتشوف مواعيدك ان شاء الله. يا خرابي، هو انا معوضه كل يوم تسمعني نفس الشريط؟ وعلى السياح كمان. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Sabri Al-Hilali. I am your guide today. I'd like personally to welcome you in Egypt. Om Dunya. Excuse me, sir? What did you mean by the last words? Om Dunya? Om Dunya means motherland of the world. We'll begin our tour now with some sightseeing of Greater Cairo. Thank you.
يلا صباح الفل. صباح الفل. وبلاش تعمل معايا الحركات دي على الصبح. يلا حبيبتي مخدد يا واحد، عايز اكمل تمرين. مالكش دعوه مخدتك، اتفضل روح العب في مخدتك. مخدتي تعيش انت. يا سلام وانا مالي. يا ماما يا ماما تعالي شوفي ابني. قلت لك تعيش يا سيدي. والله يهمك يا كابتن فداك، ان شاء الله النهارده اول ما نقبض المكافاه نروح نشتري واحد ساند باك اللي هو. يا ابني حرام عليك، حرام عليك، كل يوم تبوظ مخدات البيت بالشكل ده. معلش يا مصابر، ربنا يخليكي لينا. طب يلا الفطار جاهز. يا ابني ما تقعد وتاكل على مهلك. معلش عشان اتاخرت على شغل يا ماما. انت هتعملي زي اخوكي ولا ايه؟ هتاكلي وانت واقفه؟ يا دوبك يا امي انا هروح البنك اصرف شيك التعويض بتاع المرحوم بابا والمكافاه بتاعته اللي بقالنا سنتين بنجري وراها. هتتاخري لنادي في المستشفى؟ ربنا يستر ما يبقاش فيها عمليات ولا حالات مستعجله. ادعي لي. مع السلامه. ثانيه يا ليلى، خليني معاك. يلا بسرعه. مع السلامه يا اولاد. سلام يا ماما. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلوا بالكم من نفسكم. حاضر يا ماما. سبع سنين عدوا بسرعه مش كده يا بانجو؟ بانجو ما احنا نسينا اسم بانجو ده، محسوبك شاطر الارناؤوطي. وبعدين السبع سنين دول كانوا من جتيت يا باشا. على الله تكون اتعصت وتتلم بقى، ولا ناوي تشرفنا هنا تاني؟ توبه يا باشا توبه، ده مفيش احسن من الاستقامه. نفسي اصدقك يا بانجو، بس حطها حلقه في ودنك، لو لعبت ادينك تاني هجيبك ولو كنت في سبع ارض، وساعتها مش هسيبك الا وانت واخد تأبيده. وعلى ايه يا باشا؟ ربنا يكفينا شر الحرام، ده الاستقامه مفيش احسن منها. ما اشوفش وشك تاني. مع السلامه. اشتاط يا باشا. شكرا. عفوا يا فندم. بانجو حبيب قلبي. كفرها. ايه ايه اخراج ولا زيقوا منك فتحوا لك باب السجن وخرجوه؟ لو غلاوتك. يا الله ده انا خارج لحسن السر والسلوك. عليا امال فين الواد نونو؟ نونو بيجهز القعده النهارده السهره للصبح وعلى حسابي. ماشي اشطاطه. انا صباح الخير. ازاي الحال النهارده؟ الحمد لله. ما هو البركه في حضرتك يا دكتور. فيها هي لوحدها يا حاجه؟ وفي حد في المستشفى كلها زي الدكتوره ليلى. هجيبوا الكلام لروحكم. معلش على قلبي زي العسل. لو احتجت اي حاجه ابعتي لي. ها ربنا يحميك لشبابك يا بنتي. ما تدعي لي دعوه انا كمان يا حاجه. الله، هو انا مش هتدعوه كمان ولا ايه؟ ليلى على فكره بعد الجواز مفيش مستشفى، مش عايز حد يقاسمني فيكي. على قلبك في البيت والشغل. بحبك. بموت فيك. ايه ده؟ يا خبر ابيض، ده انت تعبان قوي يا دكتور. احنا في الشغل. معلش، حاسبه لما نبقى في البيت. انا جيت. وانا على حر من الجامعة. بموت. شقتك اللي اتجنن دي. ده كمان بحبها. عارف كل ما باجي الشقه دي بحس ان انا بتوه لاول مره. يعني هما كانت 45؟ لا حسيت. عامل لي كاس؟ لا بس عامله لك مفاجاه تجنن. انا كفايه عليا يا كيتي، اصلك وحشاني قوي. عارف الاجمل المفاجاه اللي انا عاملها لك ايه؟ انا على قلبك النهارده. على قلبي زي العسل. اليوم ده حلو. حلو الكلام؟ حلو الكلام. علي النعمة نوم عليك. بانجو نونو بانجو. حضرتك
الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ازيك يا نونو؟ الحمد لله على السلامة يا بنجو. طب انا بالاسم على فين يا بانجو؟ راجع السجن تاني. ليه هاد؟ السجن انضف من هنا. اقعد يا بانجو وعيش عيشة اهلك. ماشي يا نونو. بصحة المحبة والجدعانة وبانجو اللي بقاله 7 سنين في السجن. تشكر. انت ما عرفتش يا بانجو ان ابويا مات؟ ليه يا شيخ؟ ما قاليش. هو مين ما قالكش؟ المرحوم. خد متسالي يا بانجو. خلاص بقى نونو هتعملها دراما ليه؟ خلاص انا كلنا هنتكل على الله ولا مؤاخذه ونموت. خد خد مالكش دعوه ليك عليا اجيب لك اب من بورسعيد. اضحك يا اصل اللي حاسس فيا الله يرحمه اتكل على الله قبل ما اكمل مشروع الديسكو. خلاص بقى نونو خلاص بقى. عليها النعمه يا جدع لو وراه ولا قدام حاجه كنت كملتهولك. بس انت عارف العين بصيره والايد قصيره. ومين قال لك بقى سيفيوم ان العين بصيره والايد قصيره؟ قصدك ايه يا بانجو؟ هنكمل الديسكو. اتجننت يا جدع؟ بقى الخرابه اللي احنا لفيناها دي تنفع تبقى ديسكو؟ ده عايز اتحقلت فلوس. الفلوس جاهزه ما تحملوش هم. بانجو ايه حاطط عينك على حاجه تسرقها ولا هنسرقها معاك؟ واسرق تاني ليه؟ ما اللي سرقته اولاني موجود ويكفي يا ابني. الايه امال يعني ال7 سنين اللي قضيتهم في اللومان استحملتهم ليه؟ طلعت احسن السير والسلوك ليه؟ عشان اتمتع بالقرشين اللي هفتهم. الديسكو هيتعمل، هنعيش، الفلوس هتجري في ايدينا، هنلعب في البانجو، في العمله، في الخمر المضروبه، فيوتا حاجه تجيب لحاليه. اشرب يا نونو، اشرب ابو رتبه في صحه الايام اللي جايه، في صحه الفلوس. مش بقول لكم مفيش احسن من الاستقامه؟ تصبح على خير. ايه يا ريل؟ طب معلش استني 10 دقايق اوصلك. ايه هتوصلني بعربيتي؟ معلش يعني اهو اسليكي في السكه وندادر سوا، وبعدين انا شفت فيلم غرامي انما حلو قوي هحكي له كله. يا رحله لا تقرصيني ولا عاوز عسل منك. طب حته عسل صغيره بس سيب هنا في الشغل. تصبح على خير. وانت من اهله؟ ما تعوقش علينا يا فيوم، عاوزين نخلص من الفقر بقى. حياتك لا خلصك منه. ياه ملعون ابو الفقر. الف مره سلامه فقر التوه. ملعون ابو ده برضو القطقوطه. Thank you.
جدع زي الشخص هجم عليها. انا شفته شفته بعينيه وهو بيتجرجع. عمل فيها حاجه؟ لا ملحقش. طب ايه دي ما تبقاش اعصابي خفيفه كده؟ شكله ايه الجدع ده؟ طويل وعريض واسمر وشعره منكوش ولابس بنطلون وسويتر جينز وعريان صدره عريان. بس ده اللي فاكره. طيب يا حبيبي طيب هدي اعصابك ما تخافيش. بص انا جبت لك شتله بشيت على بكره. طيب يا حبيبي حاضر. لا لا حاضر. حاولي تركزي معايا يا دكتوره. جاي السكوني شفتيه؟ قلت لحضرتك ما ادانيش فرصه. انا ماشيه لقيت حاجه زي كيس مخده بتلبس في راسي. هشوفه ازاي يعني؟ حد منكم شافه؟ حد يرد عليا. حد منكم شافه؟ لا يا دكتور. يعني يا دكتوره انت لا شفتيه ولا فاكره اوصافه ولا حد منهم شافه. ايه بقى اللي ممكن اعمله؟ اضرب الرمل؟ انا مش جاي ارمي بلايا على حد. انا جاي ابلغ عن محاوله اغتصاب اسر قبل اجراح. كنت انا ضحيتها. يا دكتور انا مقدر ظروفك بس لازم تقدر ظروفنا احنا كمان. حادثه زي حادثتك دي وزير الداخليه لازم ياخد بيها خبر. هنقول له ايه؟ محدش شاف حاجه؟ ده مش شغلي. دي شغلتكم انتوا. من فضلك ايه؟ افتكرت يا بيه. ايه؟ شفته؟ لا انما الباشا عندي شفته واقف في الشباك بتاع اوضته. شفته بعينيا وناديت عليه بيه. وساكت ليه من الصبح؟ خد اسمه وعنوانه وابعته هاتوه بسرعه. افتكرت انا شفته واحده ست واقفه في الشباك كانت بتنادي بتقولي حمدي. الصراخ ده على اللي انقذني. عدم المؤاخذه يا ست هانم الشقه دي بتاع الاستاذ حمدي والاستاذ حمدي عازب مش متجوز. انا متاكده اني شفته واحده ست. اكيد هي اللي شافته. خلاص ست راجل ابعت قتلي تلاقيه. في حاجه تانية بيه؟ المحفظه دي لقيتها جنب الدكتور. تابع دي يا دكتوره؟ لا انا ما اعرفش عنها اي حاجه. نعيم عبد ربه وقتل الست دي كمان معانا. حاضر اتفضل. سلام يا غضب. انت لحقت رجعت؟ ايه دي سانسونايت؟ انت بتشتغل في السيرك الدبلوماسي؟ فلوس ما فلوس والله. البلية هتلعب معانا يا اولاد. جبت الفلوس دي كلها منين؟ الحكايه طويله احكي لك عليها بعدين. رزق واتحدف عليا. المهم الدنيا هتزازة. هنكمل البيت فانونو. شكلكم مفيش احسن من الاستلامة. الا عالي عينا عالي الا عالي الا عالي. دلحلح ولا لحلحتو دلح ولا دلح. الا عالي الا عالي الا عالي الا عالي الا عالي. يا باشمهندس حمدي بواب العمارة بيقول انك كنت واقف في شباك اوضتك وقت الحادثة. ها؟ ايه يا باشمهندس شفت الحادثه ولا مشفتهاش؟ اه انا فعلا شفتها. كان في حد معاك في الشقه؟ حد؟ حد زي مين يا فندم؟ واحده ست مثلا. ست يا فندم على فكره انا مش متجوز. وبعدين انا عمري في حياتي ما في واحده ست دخلت شقتي. بس انا متاكده ان اللي كانت واقفه في الشباك واحده ست. متاكده ازاي يعني يا دكتوره؟ لا انت اكيد اختلط عليك الامر. وبعدين انا حسب ما عرفت وسمعت يعني انك ما قدرتيش تتعرفي على الراجل اللي هاجمك. يبقى ازاي بقى نظر جاب لحد الشباك؟ افتكرت اصلا انا وقت الحادثه كنت خارج من الحمام وحاطط فوطه عشان كده ما خدتش بالها. بس انا اللي كنت واقف في الشباك يا فندم. مستحيل. انا واثقه ومتاكده ان اللي كانت واقفه في الشباك واحده ست زي ما انا شايفاك دلوقتي قدام عينيا. خلاص يا دكتوره المهم ان احنا عندنا شاهد وشاف الحادثه. شكله ايه الواد بقى يا باشمهندس؟ ها شكله هو طويل. وبعدين يعني هو طويل وعريض وزي الشحط وكان لابس بنطلون وجاكيت جينز وصدره مفتوح مش كده؟ انت قادرة مش انت اللي شفته؟ انا صح اللي شفته. ليلى ليلى مين اللي بره؟ صابر لا 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 لا
ليلى ردي عليا. مالك يا دنايا؟ ايه اللي حصل؟ ليلى ردي عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. طمنيني يا بنتي طمنيني. امين ما اعرفش حبيبتي ردي عليا. ربنا يخليكي. طمني قلبي يا بنتي انا امك. حرام عليكي. صبر الحقني يا ابني. معلش ماما، معلش سيبيها دلوقتي، انا عرفت كل حاجه يا ماما. اسيبها ازاي يا ابني؟ ارجوكي ارجوكي يا ماما سيبيها دلوقتي، سيبيها ترتاح. اتفضلي انت يا ماما. سعادة البيه، هي دي بطاقتي ومحفظتي اللي سرقوا مني. سرقوا منك امتى وفين؟ امبارح الصبح. واد راخد موتوسيكل مايل عليا وفي لمح البصر كان خطف الشنطه من ايدي، خدها بكل اللي فيها. منه لله بقى، كان فيها يا بيه كل مرتبي. فاكره شكله نعيمه؟ كدب خيبه يا بيه، مش فاكرة. أصل أنا مشفتهوش إلا من ظهره، بس خدت رقم الموتوسيكل بتاعه. طب وسكت عليه كام النمر؟ مش فاكرة. هي يا بيه، هي 52 245 أو 53 245. أنا مش فاهمة إيه لازمة وجودي، أنا أصلا مشفتوش خالص. صعب جدا ان انا اعرف اتعرف عليه. معلش يا رنا مش هنغسل حاجه، خليني اجرب بس. اتفضلي. ممكن اشوف الراجل ده من ظهره؟ هو ده؟ لا، اللي قبله. اللي قبله يطلع. لف بقى يا انا كمان عايز اشوفه من ظهره. ايه حكايه ظهره دي؟ لف تاني يلا. شكله ايه الجدع ده؟ طويل وعريض ولابس بنطلون وسويتر جيب وشعره اسمر. ها يا باشمهندس، مش واحد من دول؟ ها؟ ايه يا باشمهندس؟ وانا كل ما اسالك على حاجه هتقول لي ها؟ ما تركز معايا شويه، اللي شفته واحد من دول؟ بس اصل انا مش عارف يعني، قصدي مش متاكد يعني. انت مش بتقول شفته؟ ايوه انا شفته فعلا، بس الحقيقه مش متاكد. وانت يا دكتور؟ مش قادر تفتكر حاجه انت كمان؟ ما انا ما شفتوش. المفروض اللي شاف الحادثة هو اللي اتعرف عليه، لكن يا فندم مش عارفة ليه احساسي ان هو الشخص ده. وانت نعيمة؟ انا حاسة يا بيه ان هو الراجل ده، مع اني مش عايز اظلم حد. طب اتفضل. ايه
والله يا جماعه انا اسف، انا كان نفسي ساعدكم. لا معلش استاذ حاج، هو سؤال واحد وعاوزه حضرتك تجاوبني عليه بصراحه. وانا تحت امرك يا دكتور. مين اللي وصف لك اوصاف المجرم؟ يعني ايه مين اللي وصف لي؟ انا شفته بنفسي. انت كذاب. ليلى امسك اعصابك. الاستاذ ما شافش حاجه لانه اصلا ما كانش واقف في الشباك ساعه الحادثه. امال مين بقى اللي كان واقف في الشباك؟ خيالي؟ اللي كان في الشباك واحده ست. هي متجوزه ولا ايه؟ انت ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا واثقه ومتاكده، ولولا صوتها العالي وهي بتنده عليك ما كانش المجرم ده سابني. لا ده انت الظاهر الحادثه اثرت على اعصابك. في حاجه انت ناسيها يا باشمهندس، اللي حصل لي ده ممكن بكره يحصل لاختك وبنتك او مراتك. عموما انا قلت كل اللي عندي. انا اذنكم. مع السلامه. المشوار بينا لسه طويل. انت ليك ثواب يا ابني. ما ترد يا بي، ولا عمري دخلت اسم قبل كده. انت بتشتغل ايه؟ كوميسيون يا بي، بياع سريح يعني ولا مؤاخذه. كنت فين ليله امبارح؟ ابدا يا بي، صليت العشاء ورحت على البيت اتعشيت، نمت اتخمدت يعني ولا مؤاخذه. في حد شافك؟ اللي بيصلي في جامع ليه؟ محتاج شهود ولا مؤاخذة؟ وفي حاجة بيه ولا مؤاخذة يعني؟ اه شكلك مش عاجبني. عمر ابويا وشقة مش هيروح حضر. الفلوس اللي ضاعت دي تمن حياته وشقة عمره. اهدي يا ليلى، أرجوك اهدي. اهدي ازاي يا صابر وأنا شايفة أبويا بيموت تاني قدام عينيا؟ الفلوس دي كانت الأمان الوحيد لحياتنا ومستقبلنا أنا وأنت وماما. ونسيت احنا كنا بنحلم بايه؟ ازاي دلوقتي هنقدر نخلي ماما تروح تحج؟ وانا ازاي هقدر افتح العياده بتاعتي؟ صابر رايح فين يا ابني؟ صابر ماما مالك حاسه بايه؟ مفيش حاجه، انا بخير يا ليلى. فداك الدنيا كلها انت واخوكي. بانجو نونو كفاره فيومي. اخروك كده ليه؟ بعدين احكي لكم. المهم في واد قاطرن بره عايزكم تربوه. غالي والطلب رخيص. مش مستاهله. اتوصوا بيه بس ومش عايز فيه عظمتين على بعض. ماشي اوكي. يلا ورايا نونو. انا نسك امم ايه فين؟ ايه يا اخويا انت ايه اللي تعبك هنا يا ولد؟ مش عارف ان دي ارض الضفادع؟ ارض الضفادع ما تعذبهاش تاني. ما اشوفش خلقتك هنا تاني. كلمه يا ولد هتتسوي. هو تماسك 42 اذا كان النونو 36. في ايه؟ الوضع معصلك معاكم للدرجه دي؟ مش قوي. تعال تعال حلاوه. انت اللي عامل لي فوق مفتح. من فضلك لو سمحتي اوضه صابر الهلالي فين؟ الاوضه اللي جايه دي. تعالي يا ماما. يا رب خير.
صابر ابني، مين اللي عمل فيك كده يا ابني؟ رد يا صابر، انت نزلت رحت فين؟ مين اللي عمل فيك كده؟ رد عليا. اكيد هو مش كده يعني، شكي في محله. صابر ده الدليل الوحيد اللي الكلب ده هو اللي عمل عملته. رد عليا. مش قادرة أصدق، احنا عايشين في قدس وزي جيراننا ده كله عشان ما احنا غلابة وفحل. لا لا ليلى، دكتورة افتكر في بيننا كلام. كلام ايه؟ مين الست اللي كانت واقفة في الشباك؟ ست؟ انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه بالظبط. انت فاهم كويس قوي انا بتكلم عن ايه. طيب ارجوكي وطي صوتك. يبقى جاوبني على سؤالي. على فكرة انا مش ملزم اقولك على اي حاجة، انا اللي عندي قلته في البوليس. انت كذاب، وانا بديلك وبدلها اخر فرصة عشان تروح تقدم نفسها للشهادة. يكون في معلومك، انا يا قتلة يا مقتولة، حقي مش هيضيع ومفيش حاجة ابدا هتقف قدامي. انا بحذرك من دلوقتي. دي ورطة ايه المهببة دي؟ الو ميرفت، يا ميرفت من فضلك اسمعيني، ما انت لازم تشوفي لنا حل في الورطه المهببه اللي احنا وقعنا فيها دي. ورطه ايه؟ الست الدكتوره اياها مصر انك تروحي بنفسك البوليس وتتعرفي على الشاب اللي هاجمها. انا مش عارف اتصرف. انت اتجننت؟ انت عارف ده معناه ايه؟ انت ازاي تتصور اني ممكن اخش اسم بوليس؟ طب وانا اعمل ايه بس؟ ما تتحرق بجد انت وهي. بقولك ايه، ده مش لمصلحتك يا حمدي، ويكون في معلومه لا عايز اشوف خليتك ولا تكلمني تاني. صباح الخير. صباح الخير. انا عارف ان الوقت غير مناسب، انا معلش للضروره احكام. هو سؤال واحد، جانا ده اللي اعتاب عليك بالضرب؟ مردتش عليا، هو اللي اعتاد عليك بالضرب؟ لا، ابني ما يعرفش حد، ابني ما شافش مين اللي ضربه. سيبوا ولادي في حالهم بقى، كفايه اللي جرالهم، حرام عليكم، ولادي مش حامل الناس ولا ناسهم، سيبوا ولادي في حالهم. لو ابني يا صابر، هو ولا لا؟ لا. متأكد؟ مش هو. لا هو، ما تخافش يا صابر، انا واثقه ان هو ورا كل البلاوي اللي بتحصل لنا. للاسف شهادتك مش مطلوبه، لازم هو اللي يقول. اتكلم يا صابر اتكلم، ده كلب ولا يسوى. ارجوك يا دكتوره، اللي بتعمليه ده خروج على القانون. قانون؟ اللي زي ده لازم يكون في قانون تاني يتحاكم فيه. رضينا او مرضيناش لازم نعيش بقانون واحد، القانون ده هو اللي بيحميني ويحميكي وبيحمي واحد زيه. انا مسامح في حق المره دي عشان خاطرك يا باشا. الدكتورة معذورة يعني شوية. حقك؟ جت كسر حقك، مش هتفرد بعملتك وحشبك في حمل المشنقة يا كلب. خلاص يا دكتورة، يلا يلا. السلام عليكم. دي الظهر اتوسط بيك قوي. نونو اللي مجنني ان انا اتهزق على اخر الزمن. ومن مين؟ من بنت ما تسواش صلاه ابيض. انا بقول عليهم الجنس اللطيف. يا لطيف منهم يا لطيف. لو الباشا ياخدنا على الاسم ويعلقني فين يوجعك في يومي. المهم العمليه دي انتهت بايه؟ البنت الدكتوره ناويه على شهر بس تبقى تقابلني. الموضوع كله طلع في شين. المهم اخباركوا ايه؟ اخر تمام واخر غرام. عليك زي ما انت شايفه في يومي.
العملية بقت تمام التمام، روقنا المكان واتفقنا مع حتة مقاول، إنما إيه؟ عسل صاحب مزاج وهو هيخلص. كلها تلات أربع أشهر وهتلاقي المكان ده فلالي، اللي داخل خارج واللي خارج داخل، واللي عاوز يرقص يرقص، واللي عاوز مزاج واللي عاوز علاج. علاج إيه؟ علاج ميهوب. بس شعري امشي قرع، لو ما كانش الواد ده من المارادونا يا ناس حرام عليك، وده لو كان حصل كانت قالته في التحقيق. وتفضح نفسها ويحولوها للطبيب الشارع وتبقى فضحتها بجلاجل ولا ما يشتري يتفرج. طب بس بس الدكتوره وصلت يا اختي. ليلى، ايه يا دكتوره اللي مكتوب في الجورنال ده؟ وازاي ما قلتليش؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل اللي حضرتك قريته بالظبط في الجورنال، ولا ليك راي تاني؟ مش فاهم. مش مهم حضرتك تفهم، افهم اللي انت عايز تفهمه. على اذنك. ليلى، ليلى، انت ما وراكيش حد غيري ولا ايه؟ لا في غيرك كتير، بس انت اولهم. طيب عايز ايه دلوقتي؟ اسمها وعنوانها. واذا قلت لك لا يبقى حلم عليك امك. لا اله الا الله. الله، ده انت مجنونه بقى، اوعي ايدك. ايوه مجنونه يا اخي، حرام عليك، ده شو عمر ابويا كله. قلت لك اوعي ايدك، عندك البوليس. انا ما اعرفش حاجه. ما تعرفش؟ دي ذمه. انا لا طبيب. سمعت؟ اوعي. اهلا يا دكتور كمال. اهلا وسهلا. ازيك يا ماما؟ خطوه عزيزه. اهلا وسهلا، اتفضل يا ابني. اهلا وسهلا. يا دكتوره ليلى موجوده؟ ايوه موجوده يا ليلى، يا دكتوره ليلى. دكتور كمال اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ماما، عاش من شافك. الله يخليك. ايه الغيبه دي؟ يعني ظروف. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا ليلى؟ خطوه عزيزه. الله يخليك. تحب تشرب ايه؟ شاي ولا حاجه ساقعه؟ ولا اقول لك انت تتغدى معانا النهارده؟ لا يا ريت شاي. حاضر من عينيك. متشكر يا اعظم حما في الدنيا كلها. متهيألي الكلام ده فات اوانه يا دكتور. اتفضل. ليلى، اولا انا اسف. على ايه؟ على انك اظهرت مشاعرك الحقيقيه في لحظه صدق مع نفسك ومعايا؟ ليلى، انسي خطيبك وافتكري كمان لزميلك في الجامعه واللي كان المعيد بتاعك، وارجوكي ما تحرمينيش ان اقوم بواجبي معاكي. متشكره قوي يا دكتور كمال. الو. ارجوكي يا مربت لازم تسمعيني، اذا حطيت السماعه هضطر اجي البيت بنفسي. قول ايه غيره؟ احنا مش هنخلص من الموضوع ده. مش معقول، ده بقاله شهور. لازم تنزلي تقابليني، المسألة هتفلت من ايدينا، وانا ما بقتش عارف اتصرف. حياتي وسمعتك بقوا على كف عفريت. طيب طيب. هو ده يا ليلى؟ ايوه هو. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ وراه طبعا. يلا أفندي. مربت. ليلى، ليلى رايحة فين؟ هي دي الشهادة الوحيدة على كل اللي حصل. معلش يا ليلى، مش بالبساطة دي ومش في وجودها. يعني ايه؟ يعني لازم نستنى الأول نعرف هي مين وساكنة فين، وبعدين صبر لازم يعرف اللي انت بتعمليه ده. صبر؟ لا، كفاية اللي حصل له. دي عارفة ومتأكدة إن أنا مش اللي كنت في الشباك، ده غير بقى إنها شافتك كويس وعارفة أوصافك. كده
يبقى انا بقى لا اعرفك ولا اعرفك، وتصرف انت معاه. ازاي بس؟ ازاي بس يا ميرفت؟ دي كمان طلبت مني واصرت انها تعرف اسمك بالكامل وعنوانك. لو اسمي جه في الموضوع ده هتخسروا قوي انتوا الاثنين. ده انت بقى اللي بتهدديني اهو يا ميرفت، وانا عارف انك بتعمليها، بس انا كمان مورود مش عارف اعمل ايه. دي عايزه تفضحني. طيب شوري انت عليا اعمل ايه؟ ما تديها قرشين يا اخي. هديتها، اضربها، بلغ عنها البوليس، اتبلى عليها، اتصرف، اعمل اي حاجه. بقولك ايه، حلو عني انتوا الاثنين، ده لمصلحتك يا حمد. ميرفت، ميرفت انت فهميني بس يا ميرفت، حاولي تفهم الموضوع. يلا يلا نمشي ورا. يا صابر، حالك ايه النهارده؟ الحمد لله، بتهيألي احسن كتير من قبل. بارك فيك يا دكتور. حاس كده انا هكتبك على خروج بكره، بس اهم حاجه يا صابر انك تواظب على التبريرات الرياضيه وتجيلي الاسبوع الجاي. ها بكره بكره الفرح اخر نور يا بانجو. انا الكوتش المدير المسؤول يعني. ماشي يا بانجو. ماشي، وانا المسؤول عن المزاج. الكيف ده لعبتي بانجو، ملك المزاج والعلاج. طب وانا؟ صحيح، والنونو. نونو البلدوزر اللي هيحش اي حد يقف في سكته اداه قدود يا فيوم. مش قلتلكم مفيش احسن من استلامه. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? My name is Sabir El-Hilali. I am your guide today. You are fortunate today to be standing on the great land of the Pharaohs, the greatest and the oldest civilization, and one of the great seven wonders of the world. Now you can see and touch history right in front of you. Hidden underneath this land, secrets of the ancient Egyptian. Secrets which modern technology is unable to solve until this moment. Let's all pray to God. Give us the power and strength so we can bring back to Egypt its great civilization and provide the world with the light of truth, light that will never die. صابر صابر.
أرجوكي استوري نفسك. استورني أنت. أنت مين؟ حقيقة ضيعة. ضيعة؟ وهلاقيك إزاي؟ دور عليا في الشمس. الاقتراب من الشمس احتراق. الاحتراق في سبيل الحق خلود. ما اقدرش استحمل نارها. الشمس لطالب الحق نور مش نار يا صابر. روح للاستاذ فتحي خليه يدك فلوسك.
عايزه ايه؟ طالبه مساعدتك. في ايه؟ مش عارفه كويس انا عايزه منك ايه. وانت طبعا عارفه ان ده مستحيل. انا عارفه انك ست متجوزه وان طبعا ده ممكن يعرضك للحرب، لكن احنا ممكن نفكر في مليون حل يبعد عنك اي شبهه. ارجوكي، الفلوس اللي اتسرقت دي كل حياتنا، طبعا عمر ابويا اللي راح، امان لمستقبلي انا واخويا وامي. ارجوكي ارجوكي يا فندم. للأسف مفيش بيدي حاجة ممكن أعملها لك. أرجوكي ما تدفعنيش باليأس. إيه ده؟ تجري تهدديني في بيتي؟ طب امشي اطلعي بره. ما كنتش متصورة إنك بالبجاحة دي. مش خايفة أبلغ جوزي؟ اخرجي وهو يتهوبي ناحية البيت ده تاني، وإلا هيكون مصيرك السجن. الظاهر يا شاطرة أنت ما عرفتيش الاسم اللي موجود على الباب كويس. ابقي قريه وأنت خارجة. مين ما تكوني؟ حقي مش هسيبه أبدا، هجيبك برضاكي أو غصب عنك. قلت برا. بكها ايوه اكلم شوكت بيه من فضلك. معقوله واحده في مكانتك وتعليم تتصرف تصرف زي ده؟ انت عارفه دي مرات مين؟ هي الشاهده الوحيده وانا عايزه ارجع فلوسي. ما تقدريش تجبريها على الشهاده طالما هي رافضه، كمان ما عندكيش دليل واحد انها شافته. وانا مش هسيبها الا لما تيجي وتشهد بالحقيقه. مش هي تغلط وانا ادفع ثمن غلطتها؟ ارجوك يا فندم ارجوك تساعدني. تاكدي ان انا في صفك، لاني حاسس بمشكلتك وعارف انك صاحبه حق، بس أرجوكي وده لمصلحتك ابعدي عنها قبل جوزها ما يعرف بكل اللي حصل. اللي زي دي وجوزها ما يهمهمش من الدنيا غير شكلهم ومظهرهم قدام الناس. انا اسف يا دكتوره، مضطر اخد عليك تعاون معانا من التعرض ليها. تضحكي عليا على التعهد اللي عايزين تاخدوه عليا. قتيل بيتقتل وعايزين تاخدوا عليه تعهد انه ما يقولش اه. الزمه مش ده شيء يضحك؟ ايه يا صابر اللي انت بتعمله ده؟ هو ده اللي هيحل المشكله يا صابر؟ ليلى ماشيه في سكه خطر. من فضلك انا صابر اخو دكتورة ليلى. يا حلو عني بقى. مش معقولة كده يا مجنون. ايه ده؟ انت عايز تجيب لي مصيبة؟ حفرني بقولك حفرني. مش معقول كده، عاوزين مني ايه؟ كلمتين ارجوك اسمعيهم. اتفضل قول وخلصني. حواريكي بس الواد اللي ليلى بتتهمه، كل المطلوب منك تقولي لي هو ولا لا. وبعدين؟ مش هيكون ليكي دخل باي حاجه، وده وعد مني صدقيني. موافق عشان اخلص. اتفضل. ده كان يوم اسمي. What? Have you feel it? What? Have you feel it? What? Yeah! 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 Ye
ايه ده؟ المكان زحمة قوي، ممكن اي حد يشوف، وبدل المصيبة تبقى اتنين. طب اتفضلي. انت اتجنن؟ معلش. اتخبى ليه؟ ارقص. عرفت يا مين؟ وقريت ما عرفت يا بروبا. مش فاهم. دي تهمة ماشية على رجلين، سكتها كلها دبابير. وضح كلامك. اسمها ميرفت، متجوزة واحد ايده طايلة. كل ده مش مهم. امال ايه هو المهم يا بروبا؟ الهانم تاخد تأشيرة خروج يا بانجو. طب ازاي؟ نبعت لها واحد يقتلها يا دكتور. طب وبعدين؟ نقتل. طيب ولو اتماسك نروح كلنا في شربة مية؟ لا، دي لعبة كبيرة قوي وعاوزة لعيبة غيرنا. صح يا نونو؟ كلامك صح يا بانجو. لعبة عايزة راجل. احنا تعبنا كتير قوي قوي لحد ما وصلنا للي احنا فيه، وحرام وضيعت كله بخطة. متزعلش يا مرام، المقابلة انتهت. بانجو! نونو! انا لسه فيوم يا ابو ركبة. الو؟ جنينة يا فتحي.
هو انتي عاوزين مني ايه تاني؟ ارجوكي امشي، جوزي زمانه جاي. انا مش مرغوله من هنا لما يجي جوزك. تبقي مجنون يا ستي، انا هديكي اللي انتي عايزاه. انتي اصلك مش متصوره ممكن يجرالي ويجرالك ايه لو عارف. هيجرالي ايه اكتر من اللي جرالي انا واخويا ومن غير ذنب؟ ارجوكي ارحميني بقى. وانتي ما رحمتنيش ليه؟ يعني مفيش فايده. حاضر يا دكتور، انا هنفذ لك كل اللي انت عايزاه عشان اريحك وارتاح انا كمان. استنيني بقى لما اغير هدومي عشان اجي معاكي. الو مديرية الأمن، أكلم شوكة ديل لو سمحت. ليه؟ هتاكيها ليه؟ ما قدرتهاش، ما قدرتهاش تنساني. الشهود شافوكي وانتي خارجة من عندها، والحبل لسه في ايديكي. أنا كنت مسعورة ومرعوبة مش عارفة أعمل إيه. ما قدرتهاش، ما قدرتهاش. أمال ليه قلقت عنها؟ أنا معرفش. أنا جالي تليفون بيهددني بقتل أخويا لو ما بعتش عن الموضوع ده. خفت عليها وجريت عليها زي المجنونة. قلت لها أنا مش هسيب بيتها إلا لو جت وشهدت بالحقيقة. ووافقت، وافقت انها تقول الحقيقه. طلعت فوق تغير هدومها، سمعت صرخها وجريت زي المجنونه. دخلت لقيتها مخنوقه ماسكه الحبل من ايديها. في ايه الست هاي مالها؟ انا قلت لحضرتك اخر مره كنت رايح اجيب حاجات من السوبر ماركت اللي في اخر الشارع، رجعت لقيت الشغاله بتصرخ وبتجري على السلالم. جريت وراها ببص لقيت الست نايمه على السرير وقطع النفس خالص. ومنها لله بقى، انا شفتها بعناية دول ماسكه الحبل ورمته في الارض اللي خنقتها بيه. فندم انا بقالي 48 ساعه بتحققوا معايا من مكتب لمكتب، والله ما قتلتها صدقوني. اعملوا فيه اللي انتوا عايزين تعملوه، بس انا عايزه انام. ابوس ايديكم خلوني انام وارتاح. وقد قررنا تجديد حبس المتهمه على ذمه القضيه حبسا مطلقا، وذلك تمهيدا لتقديمها للمحاكمه بتهمه قتل السيده ميرضة بدران مع سبق الإسراء والترصد. خذ عسكرك. علوي رد على الشم وسنين خرس أولادي. ايه ده؟ بيت تعيد لي كده مالك؟ انت جايه في ايه يا بنت؟ ابيض ولا اصفر؟ ها؟ رد. ما ترد يا بنت. انا جيت في البوكس. باين عليها خام قوي. تكونش من الاداب يا بنت؟ انا طب القاهره. ايوه دي. طب ردي عليا، انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ يعني شرفتي هنا ازاي؟ ردي ردي عليها. مظلومه والله مظلومه، ما قدرتش ما قدرتهاش. هي مين؟ مين اللي انت ما قتلتهاش؟
بيت يا بيت متربي يا بيت سلام اتنامي ده متربي يا بيت علينا ابوس ايدك اسيبوني انا عايزك تنامي فاتي يا بيت فاتي يا ولية فاتي اوعوا وسعوا كده شيلي شيلي ما ضحكنا معاك يا ابو رجبه كان بودي بس انتوا اللي طلعتوا اندال وبعدها لك يا فيومي اقروا عشان تعرفوا ان فيوم ابو رجبه مش اي كلام لا ده مخ ومخ كبير قوي معقوله في ايه يا بانجو بنت الدكتوره ايه قتلت ملفت ماليش دعوه انا يا حبيبي ولا حد جاب سيرتي ابقى كده ضربت عصفورين بحجر اخلفة ابليس لا ولعبتها حلوه قوي يا ابو رجبه وكان لازم تتلعب كده مش حته بيت زي دي اللي تضيع في يوم ابو رجبه يعني انت اللي قتلتها ايوه انا اللي قتلتها وقتل اي حد يقف في طريقي هربت يا فندم هربت ازاي حسب كلام العسكر المكلف بالحراسه يظهر ان هي عمليه مدبره وده واضح في التقرير اللي قدام سيادتك والجميل بقى ما يحبش يسافر مالكش دعوه بالجميل الجميل ده في حمايه انا فاهم ولا لا ولم تعابينك في جيبك انا لولاها كان زمانك بتقرا عليا الفاتحه في القرافه ليه بقى كفالة الشر اسكت يا عدو كلت اكله زفره في التخشيبه جالي تسمم وعينك ما تشوف الا النور لولا الشابه الطيبه الطاهره دي كان زماني مش قاعده معاك دلوقتي انا مديونه لها برقبتي يا عطوه وانا بقى عشان خاطرك يا دوحه هضم رقبتي لقبتك هو فين؟ ابعد عنه ده واد ابن حرام وهظلمك لو قلت لك على مكانه سيبهولنا انت بس التعبان اللي زي فيومي ده محتاج لحيه تلدعه ما بين عينيه انا بقى اللي هخدم الدكتوره بعناية هارجوك تقولي هو فين فيوم ابو رجبه قاعد في قش تعابين وانا خايف عليك وانت صعبان عليا بعد اللي عمله فيا مفيش حاجه تصعب عليا ابدا كل حاجة هاجي انا احلها
عندي 50 صندوق ويسك متهربين من الطياره دلوقتي. متهربين ولا مضروبين؟ مش قرفك متهربين. وانا شاري. خليك بره، خد لك كاس ويسك على بال ما اجيلك. ايه يا عنتر، خلصونا بقى من الواد ده بقى. Your love's got me high, I'm long to get by. This heart is forever, love is the answer. I hear your voice now, you are my choice now. The love will bring you heaven's in my heart, at your call I hear the harps. And they will sing in your heart. انا ما كفتنيش غير ازازه ويسكي. يبقى ما ينفعش هنا يا جميل. امال فين؟ فين؟ في الجنه. يلا 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 جميل. يومي
وانا بقى ماليش في الام ولا لا كمان خلص الديسكو وتعالى لي. ماشي ماشي، مفيش احسن من الاستام. اول مره اسكر من غير ما اشرب كتير. عليك يا فيومي، قلت لك ما بحبش السكرانين. خلاص افوق علشان خاطرك جميل. بس الكلام ده الصبح. الصبح ليه؟ فوق دلوقتي عشان احب افوق وتحبيني. طب ازاي انا بقصد يعني؟ لفوق. الله، الميه هي قدام والخضره حواليه والوجه الحسن بين ايديه. فوق. انا هقوم في ميه نار علشان خاطرك يا جميل. كده حل خلاص فوق. اخر فوقان يا ست الحسن. يعني عرفتني يا فيومي؟ عرفتك. حد يتوه عن الأمبولا. أمبولا. تبقى لسه سكران، لأنك فعلا تعرفني من زمان. في الليلة سودة زي دي كان معايا 70,000 جنيه، خدتهم وهربت زي أي جبان. الدكتورة. أما أنا طلعت حمار بشكل. بالظبط، حمار وغبي. ودلوقتي جه وقت الحساب يا فيومي. حساب؟ ماشي. رقبت ليك يا دكتور. حمار. فلوس يا فيومي. 70,000 جنيه. موجودين. وعليهم الأرباح كمان. يا جابر! اوعى تفتكر انك هتخلص مني يا فيومي. يا جابر! أنا يا فيومي هخلص عليك. انا بقى ما بخلصت منه. مسكالي وصدق يا دوبك تمسك مشرح التصريخ دي ارنب. خدها خدها على المحطه يا جدع. Chora, se foi, em um dia só me fez chorar. Chorando estarás ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estarás ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A reputação vai estar com ele aonde for. Sahih. مفيش احسن من الاستقامة. Dança só na sua varinha, o amor faz perder e encontrar. Lombando estarei ao lembrar desse amor, por um dia, um instante foi ver. Yeah.
فين؟ وبعد ما نقول لك فين فيوم ابو ركبه؟ هتيجوا معايا البوليس. الو النس يا كمونس، عايزنا نروح البوليس برجلينا؟ لا، معايا تاكسي بره. انت قد ما تقطش، ده انت عظمك طري. وعشان انت عظمك طري، انا مش همد ايد عن التاني. يهو! ايه؟ يمكن عاوز يموت؟ ولا عودنا نموت من الجوع، وكمان بنشتغل بشرفنا. بس دول ناس مش شرفة، سرقوا فلوسنا وحاولوا يغتصبوا اختي. بانجو، نونو، مفيش داعي للعنف، انا بحذركم، لازم تيجوا معايا البوليس. اشمعنى يا خفيف؟ علشان القانون ياخد مجراه والحق يرجع لاصحابه. يبقى بتحلم يا صرصار. البنات ضربوه.
مفيش احسن من الاستقامة. فيومي هو اللي قتل ميرفت. انا يا دوب جبت له العنوان. وهو اللي سرق فلوس اختك، وهو اللي مؤاخذه حاول مؤاخذه. ومستعد تقول الكلام ده للبوليس؟ واقوله في الاستاد وعلى الهوا. بس ايدك الكريمه دي ما تجيش ناحيتي. فين فيومي يا ابو رجبه؟ في القنبلة، لا مؤاخذة قصدي في مين؟ النونو؟ ايوه نونو. بانجو يا بيه، مفيش احسن من الاستقامة. البنت فين؟ متعلقة في البرج. وسايبها ليه؟ خليك جنبها ما تسيبهاش، وابعت لي الرجالة. امرك يا يلا. لوحدك ولا معاك الدادة؟ جاي لوحدي. انت قاعد عبيط هاد. انا صابر الهلالي. وطلباتك ايه يا ابن الهلالي؟ تيجي معايا على البوليس. بوليس؟ ماشي، هاجي معاك البوليس، بس مش قبل سيكا ما يدلعك. سيكا! you
مش هتخرج من هنا، لا انت ولا اختك الدكتوره. الواد ده بقى شرب النيل وهو نايم. قطعوه
سيبوه لنا الواد ده اصابه. ازيك يا باشا؟ في حاجه يا باشا ولا مؤاخذه؟ انا يا اخي شو قلتلك؟ شكل اطلع باك يا حلو، موتك حيكون على ايديا. ما انا اللي حموتك مبروك البراءة يا دكتور. أخيرا صدقتني بريئة. إحنا لوحدنا ما نقدرش نعمل كل حاجة، لازم كلنا إيدينا تبقى في إيدين بعض. مبروك البراءة مرة ثانية. يعني أقدر أروح دلوقتي؟ طبعا، بس بكرة لازم تشرفيني عشان نخلص بعض الإجراءات. وفلوسي؟ أكيد هترجعي. ألف شكر. لا، أنت بقى مش هتقدر تروح. ليه؟ مطلوب للتجميل. حقيقي؟ ده أنا أكون أسعد إنسان. بس أوصل ليلى البيت وأبوس إيد أمي وأوعدك هكون عندك الصبح.